ما صار شي، شو بده يصير يعني؟ فوتي نامي. وهذا الإزازة اللي بالأرض؟ فلتت الكاسة من إيدي وانكسرت. بسيطة ولا يهمك، انكسر الشر. طمني إن شاء الله إيدك ما صار لها شي. لا سليمة ما في شي. طيب روح أنت هلا على الصالون لبين ما لم الإزاز أنا من الأرض. أم راتب، بعد ما تخلصي تكنيس عملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ صارت الساعة 12 بالليل بدك تشرب قهوة؟ ايه بدي اشرب قهوة حتى لو صار الساعة 4 الصبح. انتي خدمة رأي شي؟ طيب لا تعصب، هلا بساوي لك قهوة تكرم عيونك. يلا روح. تفضل. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. شو أبو راتب؟ رح تشرب القهوة على الواقف؟ بتصدقي إنه نسيت حالي واقف؟ شبك أبو راتب؟ شو صاير معك؟ بالعادة أنت من الساعة 9 بتحط راسك وبتنام. صحيح، بس ما عم بقدر نام يا أم راتب، قلقان كتير. خير أبو راتب؟ في شي؟ حكي لي. قلقان مشان 50,000 ليرة. أنو 50,000 ليرة؟ ما بتتذكري ال50,000 ليرة اللي أخذناهم من جارنا أبو غانم وقد دفعنا براطيل لدائرة المشاريع؟ ليش لهلأ ما وفيته ياهم؟ ومنين بدي وفيهم؟ معي ما وفيتهم؟ شوفت عينك الحالة دارة ومصاري بين إيدي ما في. ايه وبعدين؟ ما بعرف يا مراتب، ما بعرف. أبو غانم مزنوع على المصاري، بخش بدني، عم يطالبني بالفوتة وبالطلعة، وأنا بقول له هالكم يوم وتكرم عينك، وهالكم يوم ما بعرف شو بدي ساوي. منين بدي وفيها هون؟ طيب شو رح تعمل هلا؟ ما بعرف يا مراتب. لا فوق كل شيء طالبني بالمصاري بطريقة غليظة كتير، طريقة وقحة، بس أنا دقيت إيدي على صدري ومسكت على شواربي وقلت له خلص بكرة من كل بد بيكون المصاري عندك. طبعا، وما معك تعطيهم بكره؟ اي لو معي كنت قلقت كل هالقلق هاد، كنت شفتيني مدفوس بفرشتي ونايم، ما لي سهران لهلا. الله يصلحك يا ابو راتب، انت لما وعدته ما فكرت من بدك تدبر له المصاري؟ قلت لحالي بتدينهم من شي واحد وبعدين بوفيهم، بس ما زبطت معي بنوبي يا ام راتب. بسيطه ابو راتب ولا يهمك. بس بتقلي بسيطه قال. عم بقول لك اطمن، أنا رح حل لك ياها. شو رح تعمل يعني؟ طول بالك وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير. ألو، أهلين، مساء النور، مين عم يحكي؟ أنا جارتكم أم راتب. دخيلك لا تواخذني لأني عم بحكي معك بوقت متأخر. لا، بسيطة، بس غليتي قلبي. خير اختي ام راتب؟ اخي ابو راتب صاير له شي؟ لا، الحمد لله منيح كتير، اطمن ما في شي، بس مسكين قلقان كتير وطاير النوم من عيونه وراكبه الهم. هلا اذا طاير النوم من عيونه بتتصلي فيني بنص الليل وبتفقسي لي نومتي انا التاني؟ بترجاك ابو غانم لا تخطف الكباية من راس المعون، الزلمة قلقان كتير مشان 50,000 ليرة اللي وعدك يدفع لك ياهن ومسك على شواربه. ها ايه، هلا فهمت عليك. بقى من بعد اذنك اذا ممكن تعطيه كم يوم مهله مشان لحتى يقدر يدبر لك ياهن، ونحن بنكون كتير كتير ممنونين لك. يعني ما قدر يدبر شي نهائيا؟ لا والله يا ابو غانم، المسكين عمل جهده كتير بس ما تدبر معه شي منهم. طيب ماشي الحال، راح استنى عليه يومين تانيات. كتر خيرك ابو غانم، فعلا انك شهم، تصبح على خير. وانت من اهله. ارتحت هلا؟ اي معلوم ارتحت، لانه هالقصة كانت قاعدة على قلبي مثل حجر الطاحون. هلا الواحد بيقدر ينام وهو مرتاح. يلا اطفي ضو الصالون والحق لي لشوف. اي على راسي.
اللي فيك. ليه بتشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة؟ 100 مرة قلت لك لا تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة، ما في فايدة. مشكلة كبيرة يا أم غانم، مشكلة كبيرة. خير، شو المشكلة؟ قومي اعملي لي فنجان قهوة والحقيني على الصالون لرجلك. حاضر. تشرب القهوة وانت واقف؟ بتصدقي انه انا نسيت حالي واقف؟ خير، شو المشكلة؟ شو اللي فايقك بنص الليل؟ هلا اتصلت مراتب وقالت لي انه جوزها ما بيقدر يوفينا ال50,000 بكرة. ايه وشو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ان ما قدر يوفيك ياهم بكرة بيوفيك ياهم بعد كم يوم، ما رح يهرب. صحيح، بس المصيبة انا وعد ابو عاصي اوفي ال40,000 ليرة تبعاته. قالوا 40,000؟ لك شو نسيتي انه ديانت من ابو عاصي 40,000 ليرة من شان ادفع اكرامية للبلدية؟ ليش لهلأ لسه ما وفيتو ياهون؟ كنت وعده بكرة اوفي ياهون. يا سواد وشي قدامك يا ابو عاصي، يعني فوق ما الزلمي لباني وعطاني مصاري بروم انا بكافيه بالتطنيش والمماطلة؟ والله عيب عليك يا ابو غانم، والله عيب عليك. مو انا يلي بيعمل هيك، مو انا يلي بيعمل الفصول الناقصة. بالفعل هالقصة طيرت لي النوم من عيوني. خلص أبو غانم، ولا يهمك، الشغلة محلولة. وشلون محلولة بقى؟ هلأ بتشوف. ناولني هالتليفون لإلك. هلأ مع مين بدك تحكي بعد نص الليل؟ هلأ شو بدك أنت؟ أعطيني هالتليفون هات. تفضلي. ألو، مرحبا أبو عاصي، أنا أم غانم. شو هالحكي؟ كنت نايم بالظاهر ما هيك؟ بعت لي حما فيقتك من نومك. لا لا ما في شي خير إن شاء الله، بس أخوك أبو غانم ما عم يقدر ينام مشان هال40,000 ليرة يلي وعدك يوفيك ياهم بكرة. والله المسكين ما تأمنوا معه، الله وكيلك، عمل المستحيل حتى يدبرون، كل جهده طلع فافوش. بقى شو كنت عم أقول لحالي؟ يعني إذا بتقدر تصبر عليه كم يوم بس تانيات 100% حيأمن لك ياهم. إيه وهو كذلك. تصبح على خير، سلمني على أختي أم عاصي. الله معك. شفت شلون؟ هاي انحلت المشكلة بكل بساطة. يعني قبل أجل الموعد كم يوم؟ إيه قبل. قوم اطفي لي هالقضية خلينا نعرف ننام. راسي وجعني. طب شو أنه مبلغ؟ ال10,000 اللي دفعتهم برطيل المالية. مرحبا أخي أبو رائد. العمى على هالمصيبة، شلون بدنا ندبرهم هدول؟ ليش على الكتون؟ مرحبا اخي يا مبلغ، دخيلك لا تاخذني، بس ان شاء الله المبلغ رح اوفيك اياه بعد كم يوم. يعطيك العافية اخي. الله يعافيك يا أمر. تعرفي وين عيادة الدكتور أصلان أبو سمعان بالله؟ أصلان أبو سمعان؟ لا والله يا أختي، وين قالوا لك؟ قالوا لي إنه عيادته على صف المحل تبعكم. ما بعرفه يا أختي. معقول؟ قالوا إنه جنب دكانتكم، كيف ما بتعرفه؟ صدقيني ما بعرفه. بس ما شاء الله عليك، أنت مالك صغير بالعمر، لازم تكون بتعرفه. قديش صار لك عم تشتغل هون؟ 20 سنة. معناها لازم تكون بتعرفه. دكتور أصلان لما ضلني على العنوان قال يسألنا الجار اللي ساكن بالحارة وهو بدلك. ولك أختي والله ما بعرفه، ما بعرفه، بايش دي أحلف لك أني ما بعرفه شيء؟ لا تكون بتعرفه ونسيان. الله يخليك تذكر ودلني منيح لأني مضطرة كتير. أمنت بالله على هالنهار. هو معك حق ما تدلني، أكيد في ناس كتير عم يضايقوك، بس الله يخليك ويخلي لك أولادك، كتير مضطرة. ولك يا خانم، يا مدام، يا كلبي، ما بتفهمي عربي أنتي؟ عم أقلك ما بعرفه، ما بعرفه، فهمتي بقى؟ فهمنا شو صاير عليه؟ يلا ضيف شو لسانك زفر. الدكتور اصلا ساكن بحارة الشمعة جنب النشرة بالحارة، شو صار اللي سألناك يا؟ ولك ليش هي حارة الشمعة يا جدبة؟ ليش حارة شو هي لكان؟
اي نعيما، هي حارة الباشا، حارة الشمعة بالصالحية، وانت جاية على الميدان، بقى شو جاب حديدان للميدان؟ اكنت احكي هالحكي من الاول وبلاها زفارة لسان. هلا انت جاية تعلمين الاداب؟ يلعن صباحك شو حكي؟ يخرب بيتك شو قليلة ذوق انت؟ الله يسامحك، انت رجال كبير وانا بحترم سنك، بس يا عيب الشو ما عليك شو قليل خير بخاطرك. الله معك، دربي سد ما يرد. العمى على الغلاصة والسآلة، حارة الشمعة دخيلك. مرحبا عمو، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيكي. مري بيلتقى عندك ملقط؟ شو هاد؟ ملقط شو؟ ملقط خشب مشان شيل غسيل السخن تنك تلغلي. شو شايفتيني فاتح محل عصرونية أنا؟ الملقط ليش أنتو ما بتعملوا ملقط؟ ولك شي يلقطك من بين كتافك لقط إن شاء الله، نحن تبع ملقط نحن. طول بالك عمو، طول بالك، ليش عم بتعيط وتزفر بالحكي؟ شو كفرنا يعني؟ عم اقول لك بدنا ملقط خشب لنطالع الغسيل السخن من تنك تلغلي، وحضرتك نجار شغلتك هالشغله، بقى بشغلت معك. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك صحيح انا نجار يا مسطوله، بس انا نجار خزن وكنبايات وتخوته، مو نجار ملاقط وكراسي حمام. يضرب يلي ما بيفهم يضرب. كتر خيرك عمو على هالحكي الحلو. يلا من هون يلا، انا كثير مقدمه. كتر خيرك يا عمو عليك. ولك تضربي من بين البنات، تضربي شو سئيلة، يشيلوكي بالملقط ويزتوكي بالنهر، يطعمني ولا يحرمني ياها. بسيطة عمو بسيطة، بس يشهد علي ربي هي آخر مرة بدوس فيها هذا المحل. بالناقص من هالفوتي. اسمعي، الدباني هدت على دنا بقرة وقالت لها لا تأخذيني جعزتك. قالت لها ليش مين حاسس فيكي؟ امتى اجيتي وامتى رح تروحي؟ مرحبا بمعروف. اهلين معلمي، اهلين ابو سليم، ميت مرحبا. شب البنت طالعه زعلانه من عندك؟ يخرب بيتها شو حيواني، قال بدها تشتري من عندي ملقط. حسبي الله ونعم الوكيل. ولك يا ابو معروف، انا كم مره نبهتك وفهمتك انه بلالك هالكلام الزفير. ولك عيب عليك، ما بيجوز، هذا المحل باب رزق ونحن مضطرين نستقبل كل العالم بالكلام الحلو والاهله والسهله لحتى نجر رجليهم لمحلنا ويصيروا زبايننا. سيدي بالناقص من هيك زباين. قال شو الجحشة بدها ملقط غسيل؟ قل هو الله أحد. ولك حاجتك يا أب معروف، حاجة مسبات بقى، امساح وشك بالرحمن وحلي ريقك ودفي لسانك. ليش أنا لساني زفر مع مين ما كان؟ أنا لساني زفر مع الغلظة والوقحين وبس. ولك يا أب معروف، لحنا ما بنقدر نربي العالم، لحنا لازم نستقبل كل الأشكال والألوان والأجناس، نستوعبهم ونطول بالنا عليهم. بصراحة يا أبو سليم أنا ما بيطلع بإيدي، أنا دمي حامي وخلقي براس مناخيري وما بقدر أسكت على الزحلة يا أخي، ما بقدر، هيك الله خلقني. ما بيصير يا أبو معروف، ما بيصير حكي، شو هيك الله خلقني؟ أنت لازم تعدل وضعك وتراجع نفسك. طيب ماشي الحال، رح حاول. مو مسألة رح تحاول، أكيد أنت لازم توعدني وعد أكيد أنه تبطل العادة البشعة. لكن بصراحة انت عم بتطفشتي الزباين والكل عم يشتكي منك. الزباين عم تشتكي مني انا؟ ايه طبعا، لكن انا انت لو ما تكون معلم وماسك لي محلي بشطارتك وخبرتك كنت استغنيت عنك من زمان يا ابو معروف. لك انت صار لك عندي 20 سنة وعندي الوالد من قبلي الله يرحمه، والوالد موصيني فيك وانا معتبرك مثل اخي الكبير. ابو معروف لازم تضب لسانك، حاجة بقى التعصيب والنرفزة والسب والشتائم البشعة. الحق معك أبو سليم، والله الحق معك، بس يا أخي أوقيت الزباين بيطلعوك من تيابك، بيخلوك تجن وتضيع عقلك من غباهون. ولو كان، أنت لازم تعد للعشرة قبل ما تسب وتشتم. بس أنا يا أبو سليم نقوزي كتير حتى ببيتي، ها، والمرة والولاد دائما بيشتكوا من طبعي، مع أنه والله العظيم أقسم بالله قلبي طيب. ما اختلفنا على قلبك الطيب يا أبو معروف، بس القلب الطيب لازم يدعمه الكلام الطيب والفعل الطيب، مزبوط ولا لا؟ يعطيك العافية أبو سليم. أهلين أهلين وسهلين مدام، شرفتينا. شلونه أبو سمير والولاد؟ إن شاء الله كلهم مبسوطين. الحمد لله كلهم بيدعوا بسلامتك.
يا ترى شو صار بخزانة المطبخ؟ خلصت ولا لسه ما خلصت؟ ولا يهمك مدام، بكرة بإذن الله بتكون مركبة عندك بالبيت. إيه بس الوعد كان اليوم تخلص. صحيح، بس أنا أصلاً تمهلت فيها لحتى نعملك إياها وحفها مشان نبيض وشنا قدامي. ولو شو هالحكي؟ إيه وشك من يوم يوم وأبيض يا أبو سليم، إذن موعدنا بكرة بإذن واحد أحد. إيه خاطرك. مع السلامة مدام، شرفتينا، الله معك، مع السلامة. شفت شلون طولت بالي عليها وأخذتها بلسان الحلو؟ إيه بس هالمرة سكرة ولطيفة، يعني شو لزوم الخناقة؟ ما خلطت معنا المسكينة، وأنا بصراحة كل ما نويت بطل سبسبة وزفارة لسان بيجيك كل زبون حمار شكل وبيتفلسف عليك، وقتها بطلع عن طوري وبلش اشتم وقلعن وسب بدون ما أشعر. ما بيصير الحكي يا أبو معروف، بعدين بهر السقف علينا من كتر المسبات وبتهرب الملائكة من المحل وبصيبنا النحس. يا سيدي الله يقدرني، الله يقدرني يا رب، أنا من جهتي رح أبذل جهتي معلي. طيب أنا عندي فكرة حتى ساعدك فيها. شو هي الفكرة؟ من اليوم ورايح بتحط بحصة صغيرة تحت لسانك، وبهالصورة هي كل ما بدك تجي لتسب تتذكرها، ولبين ما تشيلها بتكون هديت أعصابك شوي وعديت للعشرة ورجع لك أعلى الرحمن لراسك. بقى شو رأيك؟ أمرك أبو سليم، أمرك معلم، رح حاول. غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى وتمنى نظرة يشكو بها علة الشوق فكانت مهلكة. مرحبا معلم. أهلين أهلين عيوني، أهلين حبيبي. أمور أنا جارك بالحرف وبحاجة لشوية غري، لأنه خلعت عندي رجل الطاولة وبدي لزق إذا ما بيصير سئلة. تكرم عيونك جار، على عيني وراسي، اتفضل يا أبضاي. شكرا جار، قديش طلع علينا؟ إيه ما بدنا إلا الرضا. ما طلع عليك شيء أبدا، مو محرزي المسألة. إيه كتر خيرك. وخيرك إن شاء الله، مع السلامة حبيبي. يلا بخاطرك. الله معك عيوني. برافو عليك يا أبو معروف، هيك ها؟ عجبتك معلم؟ طبعا، لا تسلمني ما أحلاك. أنا هلأ رايح ساوي كاسة شاي خمير، شو رأيك أبو معروف؟ رو ربي يخلي لي إياك ويجبرك. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر وقالت لي الريح بين الجبال وفوق الفجاج وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. كذلك قالت لي الكائنات. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. أهلين أستاذ أمور. سمعتك عم بتغني بصوت عالي وهالشي ما بجوز، لأنه جعيرك ما شاء الله وصل لرأس الحارة. بالله وصل لرأس الحارة، والله ماني حاسس على حالي. مرة تانية حس على حالك، وإذا بدك تغني غني ببيتك بالحمام مو بالدكان. أخي الواحد لما بيكون مبسوط وحس إنه بده يغني يعني مو ضروري يركض على الحمام، والله لا يحرم البسط لحدا، مو هيك أستاذنا؟ ويا ريت الصوت حلو. خلاص التوبة ما بقيت عيدها. مور حبيب قلبي، أنا بدي فصل مكتبي لأوطي مترين متر، بس يبدو ما رح تزبط معك. شو وينو المعلم؟ أنا المعلم. بس مو باين عليك. أخي ربنا جل جلاله بيوضع سره بأضعف خلقه. المهم هلا بلا خفة هالدم، بعدين أنا ما بحب المياعة وخصوصا من رجال كبير مثل حضرتك، عيب عليك. ليش شفت من مياعتي؟ أخي المهم هلا، أنا أفضل خشب لنسوي فيه الخزانة. والله في عندك السنديان، وفي عندك الزان، وفي عندك الخشب الكندي. وغيره؟ والله هدول اللي نحن منفصل منهم مكتبات، وخاصة إذا كانت المكتبات صغيرة. أيوة، اسمح لي لك بهالحالة إنك واحد غشاش. ليش غشاش؟ الله يسامحك، ليش حبيب قلبي؟ لأنك ما ذكرت لي خشب الجوز.
ايوه يا سيدي، اسف ومنك السماح، وخشب الجوز كمان. طيب طيب، المهم هلا انا بدي اعمل قوس فوق المكتبه، فشو رايك انت؟ يعني اعتمدت زاويه من خشب الجوز؟ نعم اعتمدت. والله يا سيدي الكريم، اذا بدك النصيحه، خشب الجوز ما بيناسب طلبها. وليش بقى؟ لانه خشب الجوز صعب ينعمل منه قوس، وما بنقدر نتحكم بطويه وتنيه ولويه. معلومك استاذنا، خشب الجوز قاسي كتير والبسمار ما بيفوت فيه لانه مثل الحجر. لا 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 لا، خشب الجوز بينتنى بس بده حرفيه ومعلميه. بس على ما يبدو انت واحد غشيم. استاذنا انا مالي غشيم، صار لي 20 سنة بالمصلحه والحاره كلها بتبصم لي بالعشره. بس انا ما ببصم لك عدم مؤاخذه ولا حتى ببهم رجلي. ليش حبيب قلبي؟ لانه خشب الجوز بينتنى. صدقني ما بينتنى. لا اسيدي بينتنى، واذا ما بدك تسوي له المكتبه قل لي وبلا ما تلف الدور. ليش رح تلف الدور؟ بس صدقني خشب الزان افضل واضمن واحسن. حبيب قلبي هي نصيحتي. حبيبي انا بسمع النصيحه من واحد بوثق فيه مو من جنابك. الله يسامحك يا استاذ، بس صدقني انا كله عندي شغل. إيه لا اسيدي، انت ما عجبك كسمي من اول ما فتت وانت مو قابضني. يا استاذنا الله يخلي لي هالوش الحلو وهالطله الظريفه، يعني انت شو بتريد بالضبط؟ بالضبط بدي تتني لي خشب الجوز. يعني بدك ياني كذب عليك؟ اما بينتنى معي. لا اسيدي بينتنى، ليه ما بينتنى؟ ولك حبيب عمري الشغله مستحيله. لا مو مستحيله، لانه ابن عمي نجار وبتني لي خشب الجوز. مو معقول يا حبيب حياتي. يا سيدي مع احترامي لك، انت واحد نصاب وغشاش، والغش عم بمشي بنص دمك. يا استاذنا انا لو ولك يا ابو معروف، يا ابو معروف بقي البحصة وخلصني، ولك بقى يخرب بيتك ما اطلعك يا جحش، ولك الزلمة عامل لك ما بينتنى وانت بتقول بينتنى، يخرب بيتك يمكن تطلعك وانت مطلعك. لا مو لازم كبة، لازم أعطيها لمعلمي أبو سليم. مرحبا أستاذ نادين. أهلا وسهلا. جيت بوقتك، بدي إياك تحكي لي عن. روح روح يا عمي روح، تيسر روح. الله معك. احكي لي عن. صباح خير أبو جمعة. أهلين أستاذ نادين، يسعد صباحك. بعت لي الأغراض على البيت؟ لا توصي حريص، هلا بيكونوا بالبيت. بارك الله فيك، لكن أعطيني شيء قلم ناشف الله يرضى عليك. تكرم عينك، أزرق ولا أسود أستاذ؟ لا أسود أسود. من أيمتى كنت أكتب الأزرق أنا؟ تفضل أستاذ، هذا القلم من نوعية جيدة، يعني بيكتب لحاله. قديش حقه هذا؟ ولا يهمك، رح نضيفه على الحساب أستاذ. ماشي، على كل حال أنا بهاليومين بس أقبض تعويض استكتابي بالجريدة بجيب حاسبك. الله يسامحك يا أستاذ نادر، ليش مين عم يطالبك؟ المحل محلك، أنت حمل وامشي. شكرا أبو جمعة، ولو أني ما بحب دينتي تطول كتير. يا عيني عليك يا أستاذ نادر، يا ريت كل الزباين مثلك. سعيد ذكرت، أنا من زمان كنت بفاتحك بموضوع بس ما كان يصل لي فرصة. خير، شو هالموضوع بقى؟ عم بقول لحالي طالما حضرتك صحفي بتكتب بأربع خمس جرايد، يا ريت تدير بالك علينا شوي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. الله وكيلك يا أستاذ، المحافظة دبحتنا دبح، يعني ما منحط غرض على هرصيف إلا بيسلخونا مخالفة إشغال أرصفة. يعني بدك مني أكتب عن المحافظة؟ إذا ما بصير سئلة. عدم المؤاخذة يا أبو جمعة، هذا مو اختصاصي. عفوا، يعني حضرتك شو مو اختصاصك؟ ليش حضرتك مو صحفي؟ بلا صحفي، لكن بيع درة. بس لمعلوماتك الصحافة اختصاصات، شي بيكتب بالسياسة، شي بالفن، شي بالرياضة، وشي بالخدمات، وهلوم مجرة. ايوه ايوه هلا فهمت عليك، بس يعني ولو كترت غلبة، شو اختصاص حضرتك؟ انا بكتب مرثيات. شو شو؟ شو هاد؟ مرثيات؟ شو بيظهر انت مو قاريلي ولا مرة؟ لا بلا قاريلك استاذ، قاريلك، شلون مالي قاريلك؟ بس يعني ما كنت دقق كتير. اصبح بس تدقق منيح بتعرف شو اختصاصي. يلا بخاطرك، مع السلامة. أهلين أستاذ، شرفت. ألو، مرحبا جمعة، طمنيني وصلوا الأغراض؟ حلو، شو طابخ اليوم؟ ماشي، صحيح ذكرتيني، باعتبارك يعني مثقفة واخدة بكالوريا بدي أسألك سؤال.
شو يعني مرسيات؟ لك مرسيات مرسيات، لك بالساء مو بالسين. لا لا ما سمعت بالراديو، واحد زبون قال لي اياها. انت بكالوريتك علمي، يعني ما بتاخذوا هيك شغلات. اي بسيطه، ماشي ماشي، يلا مع السلامه. الله معك هلا. اف شو يعني مرسيات؟ ولا يهمك استاذ، هلا ببعث لك القمصان مع الصانع الجديد. يعني خالصين؟ طبعا خالصين، بس ما حلوه تحملها حضرتك بالطريق. كتر خيرك يا سيدي. استاذ نادر دخيل عينك، اكتبوا لنا على هالمكرويات. يا اخي والله حالتهم حاله، مازوط شحار حوادث، اي والله شي بعمل قلب عمي. ولك حبيبي هذا مو اختصاصي، افهموها بقى، انا اختصاصي مرثيات، مرثيات يعني بس حدا يموت بكتب عنه، فهمت ابو عادي؟ يعني بتكتبوا نعوات استاذ؟ يعني هيك شي، بس مو لمين مكان، للناس المهمين فقط. يعني رح اضرب لك مثال، هلا انت عدم المؤاخذه، اذا اتكلت على الله ومتت، حدا بجيب سيرتك بالجرايد والمجلات شي؟ اكيد لا. وليش لحتى يجيبوا سيرتي؟ ها ما رح يجيبوا سيرتك، لانك عدم المؤاخذه ما لك قيمه، عايش على الهامش. يعني اذا متت او عشت بالنسبه للمجتمع نفس الشيء، سيان لا رح تقدم ولا رح تاخر. اما في ناس اذا ماتوا بيتركوا فراغ كبير وراهم، مثل الادباء والشعراء والفنانين والمخترعين والسياسيين والمبدعين، هدول بقى انا بالذات بكتب عنهم لما بيموتوا. يعني استاذ انت بتستناهم ليموتوا لحتى تكتب عنهم؟ لا حبيبي انا ما بستنى حدا. مالك شايف كيف الموت شغال على ابو جناب؟ يعني بصراحه ما عم لحق كتابي. إيه الله يرزقك ويزيدك من خيراته يا رب. امين يا سيدي امين، عن اذنك بس لا تنسى تبعث لي القمصان. خلاص استاذ اعتبرهم وصلوا. شكرا جزيلا، السلام عليكم. الله معك. قال بيكتب عن الأموات، قال لك شو هالدنيا هي، ناس بتموت وناس بتسترزق وبتقش مصاري. الله وكيلك يا رائدة، الناس هلكتني هلك، شي بيقلي كتب عن المحافظة، شي بيقلي كتب عن الميكرويات، شي عن حاويات الزبالة، شي عن كبائن الهاتف، شي عن جمارك السيارات، شي عن الدوري العام، يعني كل واحد بده اكتب له همه، ومفكرين الشغلة شوربة، يعني كأنه صحفي بيكتب شو ما طلع براسه. والمصيبة انه ما حدا عم يفهم انه نحن هلأ صرنا بعصر التخصص، والصحافة صار عندها أكثر من 100 اختصاص. بجوز، بس الاختصاص يلي عم تكتب فيه انت نادر شوي. شو اسمي نادر لكان؟ لكل امرئ من اسمه نصيب. على كل حال انت شفتي المقالة اللي نزل لي اليوم بمجلة عروبة ولا ما شفتي؟ لا والله ما شفته. اصبح شوفي العنوان ما احلى، شوفي. كراسي مقهى المدينة تفتقدك يا أبا تموز. ومنو هاد أبو تموز؟ أبو تموز؟ معقولة ما تعرفيه يعني؟ إيه والله ما بعرفه، ليش ضروري يعني أعرفه؟ لك أبو تموز بيكون الشاعر صبيح بدر الخشنة، شاعر معروف كتير، مات من 10 أيام. صبيح بدر الخشنة؟ إيه والله بحياة عمري ما سمعت باسم هيك شاعر. معقولة يا رائدة؟ معقولة مو سمعانة باسمه؟ صبيح بدر الخشنة إله 10 دواوين بالسوق، وأهمهم على الإطلاق ديوان الحزن في الجرن. المرحوم كان شاعر حزين كتير ودمعته سخية. ايه الله يرحمه. حط لك تتغدى؟ لا لا لسه بكير على الغدا، فايت جهز مقالة رثاء للفنان إحسان دبوري. شو الحكي؟ ليش مات؟ لا لسه ما مات، بس على هوا ما فهمت الزلمة لساته بالمستشفى وحالته ميؤوس منها. طيب طالما ما مات ليش عم تفاول عليه من هلا؟ أنا ما عم فاول على حدا، يلي عمره خالص عمره خالص واموره محسومه من عند ربه، ويلي له عمر ما بتهينه شده. كل ما هنالك اني انا عم بستبق الاحداث، يعني بكره اذا مات فنان كبير مثل هاد 100 واحد رح يسنوا سنانهم ورح يكتبوا عنه. بقى ليش لحتى خلي العالم تسبقني عليه؟ ليش بجهز المقال من هلا وبخبي لحين الضروره والعوزه؟ فظاعه فظاعه شو بتحسبها. اصبح اسمعي على هالعنوان ما احلى، احسان الدبوري وداعا لا لقاء بعده. شو رايك بالعنوان؟ حلو حلو، لا تقولي حلو.
أنا فايت لجوا حتى أنقش المقال قبل ما تطير الأفكار من راسي، وأنتي الله يرضى عليكي جهزي للغدا بعد ساعة زمان. يا ربي. صباح الخيرات، أهلين سومر، شلونك اليوم؟ الحمد لله يلي بيرضى بعيش. شو جايب لنا جرايد معاك؟ مثل كل يوم تشرب والباس والثورة. عظيم، ويا ترى جبت لي الدومري ولا نسيت؟ ولو استاذ دومري بتصير يوم التنين بعد تتحلقين. معك حق، نسيت. تفضل. الله يعود عليك استاذ. شكرا، الله معك. الشغلة راح كل تعبنا على الفاضي. خير إن شاء الله. اسمعي شو مكتوب بالجريدة. الحالة الصحية للفنان إحسان دبوري في تحسن واضح. بقى عجبك هيك؟ الزلمة تحسن وراح يرفص المرض. الحمد لله، الله لا يضر مخلوق. ولا بدك إياه يموت مشان المقالة تبعك؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني لو كنت انتظرت شوي قبل ما أتعذب بكتابة المقال كان أفضل. ليش حدا ضربك على إيدك وقال لك اكتبه؟ أنت بصلتك محروقة ومتسرع وقراراتك ارتجالية. لك اسمعي يا رائدة، اسمعي على الخبر. أزمة قلبية تصيب المخرج العالمي يوكوهاما كاماياتو. ولك شفتي، ولك شفتي، بعدي اسمه هالرب بيقطعها من محل بيوصلها من محل تاني. شو قصدك؟ يلي بقصده إنه يوكوهاما كاماياتو صارت جايته 3 أزمات قلبية، وغير هيك الزلمة عنده مشاكل بالضغط والسكر، يعني أكيد هالمرة ما رح ينفذ منها. ولك شبك؟ شبك رح تموته للزلمة؟ أنا رح موته؟ ليك التاني على الحكي، هيك مكتوب بالجريدة. شو رأيك بالعنوان؟ وأخيراً يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو هالعنوان، لا تقولي. رايح لمكتبي أنا هلأ؟ إيه هلأ، ليش لا؟ بدي طالع كل شي عندي مقالات قديمة عن يوكوهاما كاماياتو وأكتب عنه مقالة رثاء، لأنه بخاف يموت فجأة وأنا مو مجهز حالي. عن إذنك. طيب ودوامه؟ معلش بتأخر ساعتين، مو مشكلة. يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو، شو الحكي؟ حلو. اهلا اهلا استاذ نادر، تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. اهلا وسهلا. قلت له شوف شو اخبار الاموات معك؟ كله تمام على احسن ما يرام. يا سيدي جبت لك معي اليوم مقاله حلوه كثير. هات لشوف. 20 عاما مضت على رحيل المبدع سليم المفخيتي. شو رايك بالعنوان استاذ؟ شو استاذ نادر، الزلمه له 20 سنه ميت لسه بدنا نكتب عنه؟ وشو الغلط استاذ؟ بالعكس تماما، نحن لازم نضل نكتب عنه حتى نخلده. بعدين هذا من الرجال العظام، والام العظيمه هي اللي بتحاول تخلد عظامها. يعني اذا لهلا لسه عم يكتبوا عن شكسبير ببريطانيا، بقى معقوله نحن ما نكتب عن سليم المفخيتي؟ بس هذاك شكسبير. ايه وهذا المفخيتي. شو يعني استاذ، اذا ما كان عندنا مبدع مثل شكسبير ما بنكتب عن حدا؟ والمثل بيقول لا جود الا بالموجود، سليم المفخيتي.
طيب طيب بعدين بقرا المقاله. بس لا تنسى يا نادر انه بعد اسبوع اربعينيه الكاتب والاديب الكبير عاصم مادد لسانه. مو نسيان استاذ، معقوله انسى هيك شيء؟ ها، وهي المقاله جاهزه. عاصم مادد لسانه يمد لسانه ساخرا من الحياه. برافو. رائدة يا رائدة. خير خير شباب. وين ظروف الفاطمة؟ عندك على المكتب. ام لقيت شي؟ معناتها خلصي. لا حول ولا قوة الا بالله، هلا وقتهم يخلصوا؟ ما صار شي حبيبي، بكره اجيب معك شوي وانت جاي. طيب انت شو في عندك بكره؟ ما لحد هلا ما في شي. عظيم كثير، تخيل عينك بدي سخرك بهالمشوار. اشتري لك ظروف؟ مو بس هيك، بتشتري ظروف وبعدين بتروحي على البريد وبتبعتي لي هالمقالتين. لوين بدي ابعت لك اياهم؟ هي بتبعتي لي اياها على تونس الشقيقه لمجله النهضه، وهي العنوان مكتوب هون عندك على الورقه. ليش شو بعت لتونس؟ يعني كمان وصلت مواصلك لهنيك؟ ليش لا؟ كاتب لهم مرسيه عن الرسام التونسي نهال الفيقوسي. اسمعي، الرسام التونسي الكبير نهال الفيقوسي يرسم من قبره جيوكوندا الأموات، وهالمقال هاد بدي أبعته على الكويت الشقيقة. هاي العنوان كمان مكتوب عندك هون. كاتب لهم مقال بذكرى مرور 3 سنوات على رحيل المطرب راشد الراشدي. اسمعي هالعنوان: راشد الراشدي يتأوه ويتلوى ويغني بين يدي أنكر ونكير. ماشي الحال، بكرة بوصل لك ياهم. بس أوعك تنسيها، الله يرضى عليكي، لازم يوصلوا بموعدهم. هلا انت شلون بتتذكر هالتواريخ؟ يعني منين بتعرف ذكرى وفاة كل واحد؟ ولو يا رائدة، خايفة علي يعني؟ كله مسجل عندي جوا بالارشيف، كل واحد امتى مات باليوم وبالشهر وبالسنة وشو سبب وفاته وكل المعلومات المتوجبة عنه، يعني كل ما هنالك اني انا بطالع من هالارشيف وبكتب. لك منيح منيح يلي عم يلحقولك نشر. بتعرفي يا رائدة بشو عم فكر؟ بشو؟ عم فكر اعمل برنامج بالتلفزيون اسمه مات في مثل هذا اليوم، شو رأيك؟ صباح خير أستاذ منيس. أهلين أستاذ نادر، صباح الخيرات. شو الصحة؟ والله الحمد لله. يا هلا. إيه سيدي، شو طلع لي أجور استكتاب عندك؟ لحظة لحظة لو أمرت. بسم الله. أستاذ نادر، أستاذ نادر، 2500 ليرة. نعم. شو الحكي؟ لازم يكونوا 3000. ليش؟ 2500 عن 5 قطع. نعم. 6 مقالات انت صادق مو 5. مسجل عندي 5 بس. اكيد في غلط لانه مقالاتي 6. بقى ممكن نراجعهم سوا؟ ما في مانع، تفضل. الكفن الابيض، تبع عندك. نعم. الكفن الابيض يليق برائد المسرح التجريدي خزيمة ابو راسين. صحيح، موجودة عندي هي. عام مضى ولا زالت صرخات الشاعر خلدون الفوانيسي تسمع من تحت بلاط القبر. شوف لي يا أبو الله. وهي كمان موجودة. المهندس المرحوم فايز البحار يشرب القهوة السادة في المقبرة مع أصدقائه الأموات. ايه، وهي موجودة. النحات الراحل عصمت شواكيشي يتمشى على سور المقبرة ليلا. نعم، موجودة. المبدع بندر بغبغاني يحس بغثيان وهو في لحده تحت التراب. لا، هي مو مسجلة عندي. ها، شفت شلون بيانت الغلطة؟ هذا هو المقال السادس يلي مو مسجلينه. ما شاء الله عنك يا أستاذ، ما بتنسى شيء. قال انسى، قال ايش لون بدي انسى يعني؟ بالنسبة للمقال الآخراني بنزل لك اياه بالاستكتاب الجاي. ماشي الحال، مو مشكلة. عن مين عم تكتب لنا هلا استاذ نادر؟ عن جراهام بيل، بمناسبه ذكرى وفاته طبعا. مو بعد كثير اخي، نحن بعصر العولمه هلا، يعني اموات العالم صاروا امواتنا. حتى الموت صار في عولمه. الله يرحمك يا نادر.
بدي تخلي الناس هاي المقالة تعرف انه في حرية صحافة بالبلد. يلا بسرعة. صباح الخير استاذ. صباح الورد. طمني شو صار معك؟ المقال جاهز. صدقني استاذ المقال عبارة عن بكائية بتبكي الدباب. برافو عليك. هات لشوف اقرالي العنوان. الصحفي الكبير نادر يخرج من كفنه ويتكلم. ايه الله يرحمه ويحسن اليه. بس مالك ملاحظ انه هالعنوان بيشبه العناوين يلي كان يكتبها المرحوم؟ معك حق استاذ، لانه هذا المقال كله المرحوم نادر هو اللي كاتبه مو انا. شلون؟ كاتبه المرحوم نادر؟ اي نعم استاذ، لانه كان الله يرحمه مجهز المرسية تبعه من زمان وحاططها بالارشيف، ومرته الصبح حطتني اياها حتى ننشرها حسب وصيته. لك يا لطيف على هالزلمة، فعلا ما بينسى شيء. ناموا الاولاد؟ اي ناموا. حط لك تتعشى؟ ليش بيان شي عنا؟ بيان لقمه مسقعه. معلش خليها للفطور. ايه مثل ما بدك. انت تعشيتي؟ اكلت لقمه مع الاولاد. لا حول ولا قوه الا بالله يا النبيل. واخرتها واخرت الحالي. شايف لك كل ما لا عم ترجع لورا. صح النوم. منيح اللي عرفت انها عم ترجع لورا. يعني إذا بدنا نضلنا على هالحالة بجوز ما نعود نلاقي لقمة ناكلها أو حتى كسرة خبز. معك حق يا أم نبيل، يعني بالفعل كانت هالدكانة الصغيرة ساترتنا. ساترتنا وبس، على القليلة كنا عم نشبع اللقمة. إيه والله يا أم نبيل، تاري كنا عايشين بنعمة وما لنا حاسين فيها. يعني معقولة نضل قاعدين وحاطين الحزم بالجرم وعم نندب حظنا المعتر؟ الدكانة وراحت بالقص، شو بده يفيد الزعل؟ لك يقصوا رقبتهم إلهي قص، يعني ما لقوا يمرقوا الطريق إلا من نص دكانتي، لقوا مكتفوا بالدكانة، قصوا لي نص البيت كمان. هلأ المهم نلاقي حل. حل لشو؟ للحالة اللي نحن فيها. أبو نبيل لازم أنت تلاقي شغل اليوم قبل بكرة. ليش فكرك أنا عم قصير؟ والله يلي بيسمعك بفكرني قاعد بالبيت وناطر الشغل ليجي لعندي. ما لك شايفتيني عم خفق من قرنة لقرنة حتى أدور على شغل؟ لك شايفتك مو إنه مو شايفتك، بس لهلا ما طلع معك شيء. تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. ولك يا ام نبيل افهميني مشان الله، مو ذنبي اذا ما طلع معي شيء، المهم اني عم حاول. يعني ما ضل باب الا ما طرقته، ما ضل طريق الا جربته. جرسون بشي مطعم ما رضوا يشغلوني، قال وشي مو سياحي، رخصة عرباية خضرة. ما قدرت طالع، قال بدها واسطة كبيرة. طيب واسطة كبيرة. رخصة كشك صغير كمان ما قدر طالع، لأنه الكشك بده 60 موافقة أمنية ويمكن بده قرار سياسي كمان. بيع طوابع على باب شي مؤسسة حكومية ما قدر اشتغل، لأنه لازم يكون مسجل على حسب أولون بنقابة معقبين المعاملات وبياعين الطوابع. بيع كعك بحليب ومهلبية بكراجات الانطلاق، ما قدرت اشتغل يا أم نبيل. قال مفتشين الصحة عم يلاحقوا بياعين الأغذية المكشوفة، لا ولا نكاية، كل ما بيلاحقوهم بيكتروا أكثر. جربنا نعمل بسطة هيك صغيرة، بسطة جرابات بشارع العدل الاجتماعي، أداحات، نظارات، جرابات، كبسونات، بيال. إجت المحافظة وصادرت لي 4 دزينات جرابات وبيلين وثلاث أداحات ونظارة. بقى شلون بدي شلون بدي أتصرف؟ شو بدي أعمل؟ دور بالطرقات وإشحد ولا بيع رنيس درة ولا بليلة بالكمون يا أم نبيل؟ طب ليش ما بتجرب تتوظف؟ اتوظف؟ وعلى شو بدهم يوظفوني؟ على هالشهادات يلي معي؟ ليك والتاني؟ شو أنا عم قلك توظف مدير عام؟ عم قلك دبر لك شغلة مستخدم أو آزن، قد ما كان الراتب بيشبعنا الخبز. طيب شلون بدي اتوظف؟ مع مين بدي أحكي هاتي لشوف؟ أنا رح أقلك، جارتنا قالت لي إنه جوزة رح سجل اسمه بمكتب العاطلين على العمل. وشو بيعمل هذا المكتب؟ قال الواحد بيروح بيسجل اسمه هونيك وبس يلاقوا له شغل بيتصلوا فيه. شو هالحكي؟ صدقيني يا ام نبيل ما سمعت بهيك مكتب. طيب ليش ما بتروح بتسال جارنا ابو موفق؟ ليش ابو موفق اشتغل عن طريقه؟ لا لسه ما اشتغل، لانه ما صار له مسجل اسمه يومين. ان شاء الله مفتكر انه رح يلاقوا لك وظيفه بين يوم والتاني. يعني بعد كم يوم بيلاقوا له شغل؟ شو بعرفني انا؟ روح اسال ابو موفق. اصبح خلاص، بكره الصبح راح اساله. وينك ام نبيل؟ قومي الله يرضى عليك حطي لي هالمسقعه على اتعشاها. قومي، لانه يبدو انه قصه ابو موفق فتحت نفسي على الاكل. تا
تكرم عيونك تقبر قلبي الله يخلي لنا اياك. شو معك شهادة؟ معي سيرتيفيكا. اختي هاتي وصفي على الدور، والله في قبل منك كثير. شو قلت لي معك شهادة؟ معي سيرتيفيكا. سيرتيفيكا؟ هل هي بتسميها شهادة؟ والله على ايامنا كانت اهم من البكالوريا، هيك اقول لك يعني. طيب، شو كنت تشتغل قبل ما تصير موظف عاطل؟ لا يا طيب، أنا عاطل؟ قصدي عاطل عن العمل. كنت فاتح دكان صغيرة جنب البيت. طيب، ليش سكرتها؟ المحافظة قصتها قال مشان يوسعوا الطريق. طيب ماشي الحال، بإيدك شي مصلحة؟ لا والله ما في. طيب أعطيني عنوانك ورقم تليفونك. إيه بس أنا ما عندي تليفون. طيب أعطيني أقرب رقم تليفون إليك. ماشي الحال، سجل عندك رقم سمان أبو رجدي 8-3245. إيه حبيبنا، إمتى ممكن تلاقوا لي شغل يعني؟ أنت لا تهكل هم، نحن نتصل فيك. ما اختلفنا، الله يرضى عليك، بس إمتى يعني؟ حبيبي أنت ليش بصدرك محروقة؟ بس يجي دورك، مسيك، هذا رقمك. 12470؟ أعوذ بالله، شو الرقم هذا؟ أخي هذا الرقم المتسلسل تبعك، إيش وشايفني عم نوزع أرقام ذهبية هو؟ يعني في قبل 12469 واحد صافين على الدور؟ ايه نعم هيك شيء، في حوالي 12469 عاطل عن العمل قبلك. ودخلك كم واحد عم توصفه باليوم انتو؟ ايش وجاي تحقق معي انت؟ لا ولو اعوذ بالله، شو حقق معك؟ لا عم بستفسر بس. لحد هلا ما وظفنا حدا، بس الحكومه وعدتنا ب 5000 فرصه عمل لهي السنه، وبصراحه لهلا ما استلمنا شيء. يعني على هالحالة ممكن انتظر سنتين ثلاثة ليجي دوري. ايش مفكر حالك رح تتوظف بيومين ثلاثة؟ يلا اخي يلا، في غيرك كثير عاطلين صفين على الدور. والله اذا كان هيك تفضل اخي، وهي الرقم ما بدي اياه، وشق لي استمارتي لو سمحت. ليش بقى؟ لانه اذا بدي انتظر سنتين لتلاقوا لي شغل بكون متت من الجوع انا واولادي، وما حدا دري فينا. قولك حبيبي طالما ما بدك تتوظف ليش دعيت لي قلبي من الصبح؟ العمى على هالسلامة، صحيح في ناس بترفس النعمة. مو هيك؟ أنا برفسها للنعمة، هيك أنا من طول عمري نمرود وجاحد وبالنعمة، عن إذنك. يلا معك. شان الناس هي؟ العمى. يا ابني، دخل لي العاطل اللي بعده. الله يصلحك يا أبو نبي، ليش كملت؟ ما كان لازم تشق الاستمارة. وليش بقى؟ هلا انت من كل عقلك مصدق انه تشغيل العاطلين عن العمل رح يصير بالدور؟ لكن بشو؟ بالزور؟ لا سيدي مو بالزور، بس بالواسطه. يعني اللي بقصده بكره كل واحد معه واسطه بيتوظف اول شيء. اصبح حل عنا يا ما في شيء بينبكى عليه، لانه انا لا لي لا واسطه ولا بطيخ مسمر. لك انا زلمه مستور بمشي الحيط الحيط ومن الله ستر. شلون مالك واسطه؟ لك واسطه ومهمه كمان. هلا جاي تقري علي ابو شاب، اتركني بهمي الله يرضى عليك. صدقني يا ابو نبيل عم بحكي جد. ها ومين واسطي دخلك؟ انا. انت يا حبيبي شو يعني عينوك وزير وانا ماري دريان؟ هلا لا تتمسخر يا ابو نبيل، الحجر اللي ما بيعجبك بفجر. انت جربني شوف شلون بتتوظف بيومين. لك اخي حاكيني من الاخر، الله يرضى عليك، انا مالي قدره على الاخذ والعطاء. حاضر سيدي رح حاكيك من الاخر. أنا من أسبوع زمان كنت عم ركب واجهات ألمنيوم بفيلا الأستاذ مروان المعكر، عرفته مو هيك؟ لا والله ما عرفته، مين بيكون بسلامة قدره؟ يا سيدي هذا مسؤول كبير بالبلد، يعني شغلته فوقانية كتير وكلمته مسموعة وين ما كان. إيه؟ المهم هذا الزلمة كان مبسوط كتير من شغلي ومن معلميتي، لأنه شبابيك الألمنيوم اللي ركبت له ياهن ببيت. هلأ اتركني من شبابيك الألمنيوم وحاكيني بالمفيد. على عيني على عيني. الخلاصة الزلمة عطاني كرتو اللي مسجل عليه كل أرقامه وقال لي شو بيلزمك أنا جاهز، بس أنت تعال عندي على المكتب وذكرني بحالك وما بيصير إلا اللي بدك يا. شو الحكي؟ يعني أنت بتمون عليه؟ لك طبعا بمون عليه، لكن شو عم بحكي من الصباح؟ لكن إيدي بزنارك أبو شهاب،
حاكي بالتليفون واشرح له وضعي، بركي يعني بدبرني هيك بشي وظيفة. لا لا، على التليفون ما بيمشي الحال. بسيك لقلك، خود هذا الكرت ونطلع عنده على المكتب وقل له إنك من طرفي وشوف شلون بيوصفك. بسيك. يا سلام عليك، ربي يجير دياتك يا أبو شهاب. يعني إذا زبطت هالشغلة بتكون خدمتني خدمة العمر. ولو يا أبو نبي، هذا واجبنا، بس لا تنساها، ذكره باسمي وقل له أبو شهاب، أبو شهاب اللي ركب لك واجهات الألمنيوم. ولا يهمك، هيك رح قله. أنت رجاء أن تكتب لي عنوان شغله هون على قفا الكرت وأنا بتصرف. طيب ماشي ماشي، حاضر. طيب إن شاء الله، مع السلامة. وين 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 يا أخ؟ وين؟ لعند الأستاذ مروان. أنا أستاذ مروان؟ عنا أربعة بالاسم. الأستاذ مروان المعكر. آه قصدك الأستاذ مروان العكر المدير العام. أيوة هو بذاته. حضرتك من ضيعته؟ ليش من أنو ضيعة هو؟ لك حبيبي أنا اللي بسأل هون مو أنت. لا أنا مو من ضيعته. طيب في معرفة بينك وبينه؟ لا ما في معرفة، بس أنا جاي من طرف شخص بيعرفه، خوش بوش كتير هو وياه. يعني في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس الشخص اللي بعتلي لعنده قال لي انت بس قل له انك من طرف فلان وبالعلامة اعطاني الكرت تبعه. تفضل شوف. مين اللي بعتك لعنده؟ ابو شهاب صديقه الاستاذ. قصدي يعني شو بيشتغل؟ نجار ألومنيوم. نجار ألومنيوم؟ لك منين لوين يعرفه الاستاذ؟ ابو شهاب هو اللي ركب له واجهاته للاستاذ، واجهات الألمنيوم قصدي. انت ارفع هالسماعة وقول له في شخص من طرف ابو شهاب وشوف شلون. ماشي الحال، واقف عندك شوي. الو مرحبا استاذ. استاذ في عندي شخص بدي اقابل، استاذ مروان. نعم. عم بيقول من طرف ابو شهاب. لا لا لا، هذا ابو شهاب تاني، هذا نجار الألمنيوم اللي اشتغل عند الاستاذ بالفيلا. طيب ايوه حاضر حاضر استاذ، مع السلامه. شو قال لك؟ الاستاذ مو فاضي، روح ورجع بعد يومين ثلاثه. إيه بس انت عدم المؤاخذه ما حكيت مع الاستاذ مروان، حكيت مع واحد تاني. يا حبيبي انا هي صلاحياتي، ما بقدر بحكي الا مع مدير مكتبه وبس. إيه بس مدير مكتبه ما بيعرف ابو شهاب. لا اله الا الله، خذ حبيبي روح ورجع بعد يومين ثلاثه. قلنا لك بسيطة، شو علي؟ بس صدقني انا رح اقول هالحكي لابو شهاب وزنبك على جنبه. لك روح قول له اللي بدك اياه، فرقني بقى خلصني. رح قول له، رح قول له. لا اله الا الله. وليش ما قلت له لابو شهاب شو صار معك؟ مين قال لك ما قلت له؟ قلت له ونهز بدنه كثير لابو شهاب. نهز بدنه قلت لي؟ ايه والله يا ام نبيل. مو المهم ينهز بدنه، المهم يحل لك المشكلة. رح تنحل ان شاء الله. وابو شهاب نصحني انتظر الاستاذ مروان برات الشركه، وبمجرد ما يطلع من باب المؤسسه رح اركض لعنده واعطيه الكرت. طيب وبركي المرافقه اللي حواليه ما خلوك تقرب عليه؟ هو بمجرد ما يعرف اني من طرف ابو شهاب رح ينادي لي دغري. ان شاء الله تزبط هالشغله يا رب. بيتهم هالمرافقة شو قليلين خير، يعني شو بيخسروا إذا خلوك تحكي مع الأستاذ؟ شايف أنت شايف؟ شو يعني رح ناكله بالملل؟ على كل حال أنا بس شوف الأستاذ مروان بدي أقله على اللي صار بالتفصيل، وبدي خليه يعقبهم كلهم، لأن الأستاذ ما بيرضى بهالشي أبداً، مو ممكن. هلأ المهم أنا كيف بدي أشوفه وأحكي معه؟ بصراحة يا أبو نبيل ما ضل قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ رح أقلك. الأستاذ بالعادة بيسهر بالفيلا مع رفقاته كل يوم خميس. أنا من رأيي تحمل حالك وتروح على الفيلا دوز دغري وتقله إنك أنت من طرف أبو شهاب. طيب ليش ما بتروح معي أنت؟
عندي ورشات يا ابو نبيل والشغل لفوق راسي. لا والله ما غيب لحظه واحده لتنخرب الدنيا. تعرفوا يا جماعه ليش ما طلع نكت جديده على الحماصنه؟ ليش بقى؟ لانه تشفرت. بايخه وقديمه كثير هي ابو البر. شو بدي اسوي لكم هذا اللي عندي؟ اخ الله يرحمه لابو كباسه، فعلا اللعده ما بتسوى شي بلا. الله يرحمه، كان يضحكنا طول الليل، كثير دمه خفيف وظريف. لك انا خواصري كانت تطق من الضحك بمجرد ما يحكي. الحق معك. فعلا الله يرحمه كان دمه خفيف ومنظره بضحك الحبلة. بتتذكروا يا جماعة لما قلد لنا صوت بطرطيرة؟ ولا لما رقص الله يرحمه مثل نجوى فؤاد؟ لك بتتذكروا لما دفشناه على المسبح وطلع ما بيعرف يسبح؟ ولك الله يرحمه كل شي كان فيه بضحك، حتى موته. قال شو؟ دعسته طرطيرة مسرعة محملة جحاش. تعرفوا يا جماعة عم بدعي لربي يبعث لنا واحد مثل أبو كباسة. بيظهر دعوتك مستجابة يا أستاذ. شلون بقى؟ لأنه اليوم أبو شهاب رح يبعث لنا واحد خيلي دمه خفيف وما بيخلي على القلب هم. ومين هذا أبو شهاب كمان؟ مدير الشؤون القانونية عندي. إن شاء الله يطلع مثل أبو كباسة. قال أفضل من أبو كباسة بكتير. لك الله يرحم أبو كباسة وسهرات أبو كباسة ونكت أبو كباسة. لك أبو كباسة اسمه أبو كباسة بيضحك لحاله اسمه. أبو كباسة. الله يرحمه. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نعم يا أخي، مور مين حضرتك؟ أنا من طرف أبو شهاب. و أبو شهاب؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل عمي، تفضل شرف. الله يزيد فضله. شرف عمي، شرف. الله يخليك. تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل عمي. الله يسلمك. شرف. العفو منك. تفضل. شرف أنت، الله يخليك. شرف. تسلم تسلم. كباسة كباسة كباسة. يعني بنته اسمها كباسة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. الله. عفوا، حضرتك الأستاذ مروان العكي؟ أنا آسف يا جماعة. طلع معك عكر. ما بعرف، عفوا. معلمنا اسمه مروان المعكر مو العكر. آسف آسف آسف. معلش معلش معلش. أهلا وسهلا فيك، احكي اللي بدك. يا الحقيقة أنا جاي من طرف أبو شهاب الحباب. و هلا أبو شهاب صار حباب. الله يسمعنا الأغراض الطيبة. لك لحظة لحظة يا جماعة لحظة، شو اسمك أنت؟ سيدي أنا اسمي أبو نبيل. لا 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 لا، شو الاسم هاد؟ أنت لازم تغير اسمك. قال أبو نبيل. قال فعلا مروان بيك اسمه جدي كتير. شو رأيك يا أبو نبيل نغير لك اسمك؟ مثل ما بتأمروا سيدنا. شو رأيكم نسميه أبو عجقة؟ أبو عجقة. لا لا لا، في اسم أحلى. شو رأيكم نسميه أبو سطل؟ حلو حلو، بس في أحلى. في أحلى. أبو بريس. اسمعوا يا شباب، شو رأيكم نسميه أبو نونو؟ أبو نونو 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 نونو. فعلا فعلا يا مروان بيك اسم حلو كتير، أبو نونو. إيه يا أبو نونو، هات من أولها. ليش تأخرت علينا؟ كان المفروض تكون هون قبل ساعة ونص على القليلة. سيدي عفوا، يلي صار إني كنت عند الدكنجي أبو إسماعيل عم اشتري كيلو لبنة، قام المنظوم باعني زيادة عن التسعيرة ب15 ليرة. قمت اشتكيت عليه للتموين سيدي. هلا تأخرت علينا مشان 15 ليرة؟ والله نحن بنسوى أكتر. وشو عمل له موظف التموين للدكنجي؟ عضه. والله يا جماعة أنا خواصي راح أطم من كتر الضحك.
وانا راسي من ورا صاري وشعري. خذ يا ابو نونو اشراب وبالرئة. العفو منك يا سيدي، الله يخليك، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمك، راح شربك عصير التفاح. تفضل يا حبيبي يا ابو نونو. الله يخليك. معقول يشرب عصير التفاح سخن؟ احط له ثلجي. معلش ما لا 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 لا. تسلم لي يخلي لنا اياك. بس يا جماعة، خلونا نقلبها جد. هات لنشوف شو أخبارك يا أبو نونو. ايه هات سمعنا لنشوف. سيدي أنا معمر بيت صغير بمنطقة مخالفات وفاتح دكاني منه على الشارع. قامت الحكومة الله يعزها روحت لي بيتي بالقص. القص الديناري ولا البسطوني؟ سيدي البيت انقص نصين بالضبط. والحكومة قصت لك البيت بالمقص ولا بالسكين؟ طمني، التواليت ضل معك ولا مع الحكومة؟ لا سيدي مع الحكومة، يعني راح بالتنظيم. وشلون عم تدبروا حالكم بلا تواليت؟ سيدي عمرنا واحد جديد محل الحمام. وين عم تتحمموا هلا؟ بأوضة القعدة سيدنا. يا جماعة هذا ز... راح يموت ابن. يا لطيف شو دمه خفيف ومعضوب، شو هاد؟ النهفة انه بيقول النكتة ووشه ناشف تمام جامد، لا بيضحك ولا بيعمل شيء، مو مثل هداك ابو كباس بيقول النكتة وعم يضحك ويطقر ويضحك. لا والنكتة سيدنا انه صار البيت بلزق الاوتستراد، وكل ما مرقت شاحنة او براد بضاعة من جنبه برج البيت كله سوا. قال برج مثل الموبايل تبعي. رشاش. كمل كمل ابو نونو كمل. سيدي بعد ما راحت الدكان بالقص صفيت بلا شغل، وانا عندي كوم لحم بالبيت سيدي. لحم بعظمه ولا هبره؟ كمل كمل ابو نونو كمل. وانا يا سيدي عندي ولد معاق بالبيت عمره 14 سنة ولحد هلا العفو منكم يعني بيعملها تحته. الكبيرة ولا الصغيرة؟ تنتين سيدي. تنتين. حاجة رح يطلعوا خواصي من الضحك. ابو نونو حاجة كرمال الله حاجة. يا جماعة ما معقول النكت اللي بيحكيه أبو نونو أفضل بألف مرة من نكت أبو كباسي. شو جاب خشاب يا عمي؟ فعلاً هذا تائنا أكتر. بس سيدي أنا ما عم نكت. شايفين يا جماعة؟ كل حلو فيه إنه متواضع. شو كنت عم تحكي لك؟ سيدي أنا عم أحكي عن همومي. فظاعة يا جماعة، ليش صايرة هموم الناس بتضحك؟ شو طلبك أنت؟ يا سيدي الله يخلي لي اياك، يخلي لك اولادك، يعني بدي تتكرموا وتدبروا لي وظيفه اكل منها خبز انا واولادي. ولا يهمك، مشكلتك محلوله. شو رايك تتوظف عندي هون بالفيلا؟ كتر خيرك يا سيدي، بس عفوا يعني شو بدي اشتغل هون مولانا؟ مثل ما عم تشتغل هلا، انت بتحكي ونحن بنضحك. برافو، جبت مروان بيك، برافو عليك. وراتبه علينا نحن ثلاثه. ايه ايه. شو رأيك بقى يا أبو نونو؟ سيدي إذا بدكم تضحكوا عن جد انزلوا لعنا على الحارة، في ألف واحد مثلي بتشوفوا هموم الناس بعينكم. سيدي تضحكوا عن جد
وبدون ما تدفعوا قرش واحد. بلاش يا سيدنا، بلاش. ليش كان مقص عنا؟ هو مقص واحد ما في غيره؟ لا والله ما شفته. صح لقيته، ما بتصدق قديش فتر راسي وانا عم دور عليه الصبح. طب لا لا يا امراتي، ولك ليش هيك عملتي؟ خير شوف يا ابو راتي. الله يصلحك ويهديكي على العمله، ولك ليش هيك عملتي؟ ليش يا امراتي؟ لك شو في رعبتني؟ ليش تارك المقص مفتوح؟ شو في اذا كان مفتوح؟ من شو خايف؟ ما عندنا اولاد صغار يلعبوا فيه حتى نخاف عليهم. ولك مو عن الاولاد الصغار عم بحكي انا، المقص المفتوح بيأذينا قلنا انا وياكي. يعني معقولة حدا منا يحمل المقص وهو مفتوح؟ لا ويجرح حاله؟ ايه شو شايفنا عميان قلب لهالدرجة؟ ما رح تفهمي علي، ما في خواص. 100 مرة قلت لك انه المقص المفتوح بالبيت بيعمل بغضة، بيعمل مشاكل، بيخلينا نتشنطط. ما كنت تستوعبي؟ عبس بقى سكري اوام، سكري. لسه فاتحتي وجلقتي له نيعو على الاخير، سكري. ها وهي سكرته. لك بس اللي بدي افهمه، انت منين بتجيب هالحكي؟ هالحكي هاد مو من عندي، وكل اهل اول بيعرفوه. اصلا خالتي سنية الله يرحمها ويبشبش البلاطة اللي تحت راسها، ما طلقت من جوزها الا من ورا هالشغلة. من ورا المقص؟ طبعا لك. وليش يا حزرك؟ لان كانت تترك دائما دائما المقص مفتوح بالبيت على سياره هيك، لحتى اجا يوم كرهها جوزها على غفلة وما عاد طاقها وما عاد يقدر يستطيع يتطلع بخلقتها، وصار الطلع وتمت القطيعة. يا لطيف يا لطيف تلطف فينا. يعني هلأ أنا إذا تركت المقص مفتوح ممكن تطلقني؟ أما هاي سمعة، معقولة يا أبو راتي بتطلقني مشان مقص؟ أمنت بالله على هالفهم السقيم اللي عندي. ولك يا جدبة، أنا ما عم بحكي عن المقص من حيث إنه هو مقص، عم أحكي عن تأثير المقص من حيث إنه المقص له أثر. هو الحق بإيدك ما تفهمي، لأنه المسألة معقدة شوي وفيها فلسفة. بس بالرغم من هالشي الله يرضى عليك برضاه ويحن عليك بحنانه، لا بقيتي تتركين مقص مفتوح على الإطلاق مشان ما ينخرب بيتك. ها بينخرب، لأنه لا تستسهلي أبدا بالمسائل. انتي بتعرفي عمتي فهمية شو عملت؟ الله يرحمها ويرحم امواتنا واموات جميع المسلمين اجمعين. تعيش. بتعرفي شو عملت مع ضرتها ولا ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف شو عملت. هذا يا ستي لما جوزها لعمتي فهمية انضرب على قلبه من غير اليوم وتجوز عليها، اتجوز لك وحدة صبية حلوة صغيرة نغشة خفيف الدم مجذبة حركة دلوعة وبتجيب. ايه وبعدين؟ جايك بالحكي حاجة وصف بقى. المسكينة عمتي لما سمعت الخبر كانت رح تجن، رح يطق عقلها وبشعت كتير من قهرها فوق مالها بشعة، وبلشت تظهر عليها لاحة الجنان، حجر عينها نقار، الخطوط ما احتمها كترت، شعرها بلش يخف ويهر، وسوسوا اسنانها وصغروا ادانها وطلعت لها تالولي على راس لسانها. ايه خلصنا بقى ابو راتي، حاجه وصف وبعدين؟ جايكي بالحكي. ولما جارتها هنيه الله يرحمها هي الثانيه ويرحم اموات المسلمين اجمعين وينجيها من عصة القبر، لما اشتلقت على حاله عمتي المزريه شغلت مخها فورا، لانه كانت تحبها كثير لعمتي، ونصحتها تتحشلن مقص مفتوح تحت الفرشه اللي بناموا عليها. دحشت لنا مقص؟ ما كذبت خبر، دحشت 3 مقصات دفعة واحدة، مقص تحت الفرشة اللي بناموا عليها ومقص تحت المخدة، والثالث دحشته باليوك بين اللحف. وبالفعل خلال شهر زمان جوزها كان مطلق ضرة. بس على حد علمي رجع تجوز مرة ثالثة. ايه صحيح، عملها الضربان ورجع تجوز الله يصلحه. ايه ومرته الاخرانية ضلت عايشة معه هيك لحتى ما. ايه وشو يعني؟ شو بدك تستدلي من هالشي؟ يعني ليش ما زبطت نصيحة هنية مع المرة الجديدة؟ شو بيعرفني انا؟ يعني ضروري تزبط كل مرة؟ او بجوز ما كانت موضاية وهي عم تتحشل مقصات، الطهارة مطلوبة لانه. على كل حال ما علينا، شو بدنا بهالعلكة اللي مسطي هلا؟ لشو كنتي عم تدوري على مقص انتي؟ كسر ضفري وبدي قصه. اوعك مراتب، اوعك. شو هاد؟ شو جنيتي انتي؟
وليش بقى؟ لك شو ليش؟ ما بيجوز ابدا ولا بشكل من الاشكال عص الاظافير الى يوم الجمعه. اوعك مراتي الله يخلي لي اياكي لا تتهوري. بس منيح اللي قلتي لي، لاني بصراحه ما سمعت فتوى لا من شيخ ولا من ميخ بتبيح هالمحظور هذا ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هلا هيك بدنا نشتغل؟ شبهنا ابو راتي والله هلكتني. انه ليش كل شغله عندك ما بيجوز وممنوع ما كنت اعرف. قال شو؟ ما بيجوز تقصي اظافيرك بالليل، لا تكبي مي بالبلوعه وهي سخنه، لا تغسلي نهار التنين، لا تنشي الغسيل نهار الثلاثه، اوعك ثم اوعك تمرقي من تحت سلم مسنود على الحيط، لا تفشخي من فوق زلمه نايم، اوعك تتركي المقص مفتوح، لا تفوتي على البيت الا برجلك اليمين ولا تطلعي منه الا برجلك الشمال. ايه شو هاد؟ ما تواخذني يعني، ما انك حاسس حالك انك تخنت شوي؟ انا تخنت يا امراتي؟ انا هذا جزاتي لاني عم دور على مصلحتك. بس يكون بعلمك انه هالشغلات هي مو من عندي، مالي جايبه من بيت ابي، هالشغلات كلها من عند اهل اول. ولك بزمانها ست عمتي الله يرحمنا ويرحمها وينجينا من غضب انكر ونكير ويرحم اموات المسلمين اجمعين. هي اجاني الفرج، قوم رد على التليفون، قوم حاجتك بربره لك لعيت لي قلبي. لحظه رح ارد على التليفون وارجع اكمل لك القصه. لحظه الو. نعم اهلا منير، شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. نعم شلون؟ ايوه فهمت عليك. اي والله ضروري يا سيدي، هذا اقل الواجب. شو هالحكي؟ تقلان عليه المرض كتير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم يعافينا ويعافيه ويشفينا ويشفيه ويعافي ويشفي جميع أمة محمد ويبعدنا عما نخاف ويقربنا مما نشتهي. آمين يا أرحم الراحمين. يا سيدي مين ومين بده يروح؟ أنا وياك وبديع وياسين. الممتاز كتير، ولو أني مو كتير بهضمه لهذا ياسين. لأنه مفزلك شوي، بس ماشي الحال سيدي ماشي الحال، بتحملوا بهالمشوار مشانك. يا سيدي شو رأيكم نطلع بسيارتي وبتحطولي انتو البنزينات؟ شلون؟ لا الله يسامحك هيك رح بزعل منك. ها سيارتي عتيقة قال قسما عظما بتمشي على الطريق مثل الطير الطاير. طبعا لك عن هاي السيارات الجديدة اللي بتلعبها بالكرتون سيارات. وهو كذلك اتفقنا. وينك؟ امرقوا لعندي بكرة الساعة 10 ومننطلق من هون. ايه من عندي. أهلين منيرو، أهلين حبيبي، أهلا وسهلا ومرحبا، الله معك. شو خير إن شاء الله؟ مديرنا العام أبو معين قال مرضان وساحب سئلة كتير وبدنا نروح بكرة نشق عليه بالضيعة. إيه شو عليه واجب؟ الله يعينه ويعيننا ويعين المسلمين أجمعين. اللهم مرقنا اليوم ولا تغرقنا بكرة، مرقنا يا ربي مرقنا. تأخروا ما تأخروا. ليكن اجوا. يلا بديع خف رجلكن شوي، ليش ماشيين على بيض؟ يلا وصلنا. يلا تفضلوا، بس اوعكن يا شباب ها، اوعكن الله يرضى عليكن، اوعكن حدا يطلع برجله الشمال، كله بيطلع باليمين. فهمني على شو خايف؟ شو طالعين بالكاديلاك نحنا؟ اخي كاديلاك ولا غيره، لا حدا يطلع بشمال منوب، كله يطلع باليمين، يمنوا ولا تشملوا فإن النعمة لا تدوم. بحب يجادلني حتى يفسني. بس ابراتي شو هذا اللي معلوهم؟ سلامة عرفكن، هذا حجاب ودنب ارنب بري، هدول ما بقدر اتحرك خطوة واحدة بالسيارة بلا هون. اوف وليش بقى؟ ليك التاني على السؤال، يعني ما حلك تعرفه لابراتي؟ هدول يا جماعة بيحموني من الخطر وبيعموا عني عيون الشرطة. هلا لساتك بتؤمن بهالخزعبلات؟ لا تقول خزعبلات وتهز لي بدني، الله يرضى عليك بزعل منك. ها خلص بديع، اتركه للزلمه، اتركه لعقله. هذا الحكي المزبوط، ما حدا دخلوا فيني منوب، تركوني على عقلي وكل واحد يلتقي بحاله، وبهالصوره منروح احباب ومنرجع اصحاب. تعرف طريق ضيعه الاستاذ عبد المعين؟ ايه طبعا، ولو انا اللي بعرفه.
بس ان شاء الله هالسيارة توصلنا لهنيك ما تنقطع فينا بنص الطريق. ولا يهمك وزير، طالما ابو راتب معلق تنب ارنب بري راح توصلنا واكيد ما راح تنقطع. بس الارنب بطيء، لو معلق له شو تنب غزال كان اسرع. السيارة فيها مي، ضروري تعبيها مي وتطففها. لك اخي انا هيك طبعي، بحب دلل سيارتي كثير وبخاف عليها من العين، بقى حدا له معي شيء؟ لا والله، ما حدا له عندك شيء يا ابو راتب. مالكن علي يمين يا جماعة تحلفوني، انه خطرة من الخطرات، طلعت بالسيارة ونسيت علق الحجاب، هيك مدري شلون، ركبتني الحيوانة ونسيت عن القصة كلياتها، مع انه بالعادة ما فيني اتحرك من دون حجاب ولا بشكل. ايه، وشو صار معك؟ شو صار معي؟ يا سيدي أول ما لفيت على الأوتستراد واستلمت أوله هجم لك علي كميون قاطرة ومقطورة مثل العضل مستعجل مثل التور الفلتان ومو شايف حدا قدامه منوب، ما بعرف شو قصته، مدري فلتان فرامو، مدري شوفير نايم، الله أعلم. وأنا لما شفت الكميون متحاوين وهاجم علي هالهجمة الشرسة فورا كسرت عرصيف بمعلمية وطلعت عليه، بس شو قلبي عم يدق كوهانات كوهانات من رعبتي، وبهالصورة نفدت بريشي والله سلمني، وإلا كنت رحت مع استحت الكميون أنا وسيارتي وما حدا انطشل لي. يعني هلأ لو كنت حاطت الحجاب بالسيارة ومالك نسيانه بالبيت ما بيمرق الكميون؟ نعم. هلأ أنت ليش بتحب تاخد وتعطي معي كتير؟ يعني كل شغلة بدنا نحكي فيها لازم تطلع لي سنجة عرض وتنطل لي مثل حمصة الكاي بديع. خلاص خلاص طول بالك أبو راتب، الزلمة عم ينزح معك شبنا. قديش بقيان لنوصل؟ هو إذا مشينا دغري بقيان شغلة 10 دقايق، بس بيني وبينكم أنا ما رح أمشي دغري. إيه ليش بقى؟ بدي حول شوي على ضيعة أم النوايا. إيه وليش بقى؟ شوفي بضيعة أم النوايا؟ شو؟ شوفي لك معقولة أنت ما بتعرف شوفي بضيعة أم النوايا؟ شو وين عايش أنت وين؟ والله ما بعرف غشيم وبغول لهالدرجة، العمى ما بيعرف الله وين حاطه هذا. نورنا أخي، ما بعرف نورنا. يا سيدي هنيك في شجرة مباركة اسمها شجرة الأماني. ها وليش مباركة بقى؟ أمنت بالله على الرجل، لك شلون نفهمه هذا؟ يا بديع هالشجرة هي مرصودة فيها سر ما حدا بيعرفه غير الخلاق القدير، والناس عم تسحف لعند هالشجرة من آخر الدنيا من كل فج غميق. وليش لا يسحفوا زحف بقى؟ ها ها قلت لي ليش وأنا رح جاوبك. يا سيدي الناس بتسحف لعند هالشجرة لأنه إذا الواحد وقف مقابلها وكانت نيته صافية وسريرته ناصعة وعلق عليها شرطوطة صغيرة من أتره وتمنى شي أو طلب شي دغري بيتحقق، دغري بإذن الله تعالى. يعني المريض بيشفى، البعيد بيقرب، العاقر بتحبال. عم قلك معجزات هالشجرة ما لها مثيل بكل أنحاء الدنيا. لك ألمان، ألمان عم يجوا لعنا من ألمانيا وبيترجوها. صيتها وصلان للخافقين يا رجل. أصبح مو مشكلة أبو راتب، خلينا نشوف هالشجرة الخارقة بالمعية. وهو كذلك تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان سحنة عينك يا وهيبة كيد عيون الزعران تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان. Thank you.
يا شجرة الأمانة، يا نور عيوني من جوا، أنا قصدتك بشغلي، شغلي حرقت لي قلبي من جوا، وبتمنى أنك ما تخيبيني، لأني والله والله مظلومة، يعني ومالي خطية ومالي عايبة، وقصي كلياتك التالي رح قلك، يعني بيرضيكي إنه جوزي يتجوز علي وحدة فصعوني قد بناته، بعد ما فنيت كل عمري وشبابي بخدمته؟ لك قسما بالله ما قصرت معه بشي بحياتي، ويا من تراني بهالبيت قاعدة وعم بركض وافعي واشتغل مثل القردة وراكدة ورا اولادي مثل الزنبرك، لك ومن تم ساكت لا بحكي ولا بشكي ولا بنق ولا برفع صوتي بوشه ولا بسأله وين رحت ولا اجيت، ما بسأل شي بالمرة، بيفوت على البيت امير بقول له اهلا بهالطله اهلا، وبيطلع منه وزير بقول له الله يصونك الله معاك قلبي معاك بالي، وفوق هالشي طلبات وأوامر وكل شي بقول له حاضر، ومع هالشي بيتركني مثل الكلب الجربانة، وبيتجوز علي وحدة فصعوني رفيقة بنته. بيهون عليك هذا الشي؟ لا، ومشان يحرق لي قلبي بالزايد راح اشترى له بيت جديد بدمر بالجزيرة الخامسة، سكنها بالجزيرة الخامسة ولحشني بالزاهرة بالبيت القديم أنا والولاد. بقى مشان الله يخليكي يا شجرتي، لا تتركيني، لا تتخلي عني وتتركيني، بدي اياك تدبريني وتخلصيني من بلوتي، الله يوفقك، لا إلي حل يرضيني، لا تنسيني الله يخليكي، ما تنسيني. يلا بخاطرك. يا شجرة الأماني، اسمعيني من شان الله وفهميني، أنا بحبك كتير والله بحبك، ولو ما بحبك ما كنت أصدقك. أنا جاية من صافيتا وطارقة مشوار من هنيك من دون علم أهلي، ولحتى ما طول عليكي بالكلام، أنا صار عمري 28 سنة ولسه لهلأ ما تجوزت، يعني لأمتى بقى؟ هي كل رفقاتي تجوزوا وحدة ورا التانية وفتحوا بيوت وصار عندهم عر أولاد إلا أنا، شبني يعني بشعة؟ إلا والله مالي بشعة، بعدين كل رفقاتي اللي تجوزوا قبلي مو أحلم مني، بالعكس في منهم بشعين ومفتح نصيبهم، بقى شو بدي ساوي بالنصيب يلي ما كان يدق بابي؟ خلي لي ياك يا شجرتي مشان الله صارحيني، ليكون فيني شي عيب وأنا مالي حاسة، قليلي لك شبني حتى الزمن لحشني ورا ظهره، إذا بالطول طويلة وبالنحف نحيفة وبالفهم فهيمة وبالطبخ بطبخ أحسن من الشيخ لطفي، هذا من جهة، ومن جهة التعليم متعلمة أخذ كفاءة، يعني صحيح أنا نجحت فيها شحط بس المهم نجحت، وبعرف أقرأ أكتب منيح، وبفهم كمان بالخياطة والتطريز ومساواة الشعر وضرب الإبر، ومن ناحية تانية أنا بيتوتية كتير، يعني ما بحب الفوتات والطلعات والجيات والشنطة، وبزمناتي كنت حط شروط وأشرط وأتشرط على العريس اللي بدي إياه، وشو أقول لحالي بدي إياه حلو ومتعلم وزنجيل وابن عيلة، بس هلا والله مو مشكلة، لك مو مشكلة بنوب، يعني إذا أجاني واحد مو متعلم مو مشكلة بقبل فيه، والله بقبل فيه، لك يضرب العلم وساعته شو أجاني منه، وإذا أجاني واحد مو زنجيل كمان مو مشكلة، لك والله إذا على الحصيرة بتجوزه مو مشكلة، شوي شوي ومعه بصير وبتصور، ومن ناحية الحلاوة أنا هاد الشي مو حاططه بحسابي بنوم، يعني أنا بقرف وبكش بدني من الشاب الحلو والمسمسم، وبحب الشاب الخشن، وإذا كان له كرش وشوارب كمان مو مشكلة، لك بتجوزه والله بتجوزه، المهم عريس نام على إيده مرتاحة وأعمله مخدة وطراحة، بقرقفي بحالتي يا شجرتي ولا تزبليني حتى ما موت بحصرتي. طيب حبيبتي أنا رايحة على صافيتا، بدك شي؟ من شان الله ما تنسيني وحسب حسابي يجيني عريس بهالكم يوم، ماشي باي حبيبتي. سلام عليكم حبيبة قلبي، شلونك يا شجرة الأمانة؟ شلون صحتك؟
يا ستي الله يحميكي ويحرسك. المهم انا ما رح طول عليكي الحديث، بعرف انه مواعيدك كتيرة وما عندك وقت، بس يلي حابة اقلك يا ان كنت مرصودة اعملي جهدك تفكيني، وان كنت محسودة خلي حبيبي راضيني. والله انا بنت حبابة وطيوبة وقلبي من الله وبحب الخير لكل الناس، وعيلتي الوحيدة اني صريحة واضحة واللي بقلبي على راس لساني. بقى ليش هيك عم يصير معي ما بعرف. حكايتي حكاية غريبة يا شجرة الأمان. أنا حبيت شاب اسمه رامي، هو حبني كتير، كنت شوف الدنيا بعيونه، كان يشوف الجنة بعيوني، كنت أحكي له لرنا رفيقتي كل شي. رنا أقدم مني بالعمر، نحن رفقات بالمدرسة وجيران حارة، ولها السبب كنت أحكي له كل شي. كنت أحكي له عن شخصيته، عن أسرارنا، عن التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي بيناتنا، شو عمل معي، شو عملت معه، كيف كنا بالغابة نتمشى على شط البحر نتعشى. ورنا كانت تنبسط كتير، أو على الأقل هيك كانت تظهر لي. وبيوم من الأيام قالت لي عرفيني عليه. انت رحت أنا من طيبة قلبي دغري عرفت عليه. قال شو؟ مشان افتخر فيه قدامه. لكن يلي صار انه بمجرد ما شافته تشطت ريالتها وحطت عينها عليه ولطشته مني بليلة ما فيها ضو قمر، وتركتني لحالي محتارة مقهورة مزلولة لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، وركبني الهم والغم والقلق والأرق. تعقدت نفسيتي، صرت أكره الضحك، صرت غار من كل بنت فرحانة. مالك بالطويل، صرت افتح له تليفونات لرامي يتناشف بوشي، وبعد مرتين ثلاثة صار يطبق السماعة بخلقتي، والمضروبة رنا ما عادت اتصلت فيني بنوم، نسيتني تماما. لا وفوق كل هالشي صارت تحكي عني شي كان وشي ما كان، واذا شافتني بالطريق تدير وشها عني. بقى هيك جزات المعروف يا شجرتي، هيك جزات القلب الطيب. ليش هيك صار الناس؟ وين الأخلاق؟ وين الإخلاص؟ وين الوفاء والتفاني؟ ليش هالمعاني ما عاد إلقي معنا؟ ليش؟ ليش الناس ما عم تطيق تشوف بعضها مبسوطة؟ آخ يا شجرتي، بصراحة أنا رح أجن، وخايفة إني ما عود أقدر أتكيف ولا أنسجم مع هالمجتمع التعبان، وما أعمل بحالي شي شغلة لا بترضي ربنا ولا بترضي الناس. ومنشان ما طول عليك الحديث يا شجرتي، إذا كان بيطلع بإيدك تخلصيني من هالوردة، خلصيني ببوس شروشك، رجعي لي حبيبي المخطوف دخيل ورائك وفروعك. إلهي يجعلك وسيلة خير وتضلي على طول خضرة ومزهزة، وتضل هالشرايط الحلوة مبحوطة فوق منك. إلهي لا يبس لك غصن ويحميكي من البرد والريح والمطر والصواعق. خاطرك حبيبتي لا تنسي تحني علي إذا ما بصير سئلة، لأني والله بستاهل. صحيح أنا نسيت قلك اسمي، اسمي فرح الحماصيني غرب المالكي طابق أول فني بيت اللواء غسان. لا تنسي عنواننا ما بيضيع حدا. خاطرك. يلا يا شباب وصلنا، تفضلوا. زي البديل ماني نازل، انا تعبان خليني قاعد هون. إيه ماشي الحال، الله يعافيك ويشفيك. تفضلوا تفضلوا تعالوا.
يسعد أوقاتك يا شجرة الأمانة. عفوا أنا ما عندي وقت كافي ها، لأنه عندي اجتماع بالقيادة، ولا السبب رح حطك بالصورة وأنت حكمي بنفسك. عم بسمع أنه في تغييرات إدارية شاملة، وفي إشاعات بتقول في تشكيل مدراء عامين جدد، وفي إشاعات تانية عم بتقول كمان أنه في تحقيق مع موظفين كبار. ومن هالحكي هذا وأنا صار لي على هالكرسي تبعي 23 سنة، ومحلوي بعد هالعمر هذا أطلع من الوظيفة وانحال على البيت، يعني بهدلي هاي بهدلي. وأنا يا شجرتي المباركة مالي أي طمع باستلام أي منصب أعلى من منصبي، لأنه أنا بالنهاية إنسان قنوق ورضيان بنصيبي. وكل اللي بدي إياه منك أني أثبت بمحلي هالخمس سنين اللي بقيانين من خدمتي. وما بخفيكي ها أنه الوضع صاير صعب كتير، وكتراني حوالي النميمة وطق البراغي وسلخ التقاريق، يعني في ناس كتير حيطين عين على الكرسي تبعي ومو مصدقين إطلاقا أنت يزيحوني عنه. وأنا بالجكارة فيه بدي ضل ملزق على هالكرسي لحتى تنتهي مدة خدمتي. بقى يا شجرتي المباركة شوفي لي صرفي مع هالناس اللي عم بتشوش علي، وأنا المشوار الجاي رح أكتب لك تقرير كامل. عفوا يعني قصدي رح أكتب لك أسماء على ورقة واحد واحد، وجنب كل اسم لمحة عن حياته وعن الفضايح يلي عاملينها. وانت يا حبيب تحكمي بنفسك، انت فهماني وشاطر. يلا باي يا حبيبتي باي. ليك يقولك شجرة الأمانة لا تخلي مشواري يجي على الفاضي ها. ايه قسما بالله اذا بيكون مشواري على الفاضي لشيلك من شروشك واحرقك حرق واقطع نفسك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ هلا هي هي شجرة الأمانة؟ يا سيدي هي هي. بعدين وينها تعمل جهدك توطي صوتك قدامها واحكي باحترامها، اوعك تخبص منروح فيها بعدين. لا تقول ابو راتب ما نبهني. بس شو هالزحمة هي؟ يعني انا بصراحة ما توقعت لاقي كل هالامام. لسه ما شفت شيء. بايام العطل بتنعجق اكثر من هيك بكتير. لا ومو بس هيك، في مكاتب سياحية عم تنظم رحلات وعم تجيب جروبات كاملة لهوني كمان. إلك فعلا شغلة خيلي. طيب مو لازم نقرب حتى نتفرج؟ اه؟ طبعا بدنا نقرب، بس مو مشان نتفرج. شو نتفرج؟ الشجرة مو فرجة، منقرب مشان نتبارك. اه؟ بدك تتبارك انت؟ ايه انت بدك تتبارك؟ ايه انا بدي اتبارك. الحقوني لك. يلا تعال. يلا بترجاك يا شجرة الأمانة تساعديني. الله يخليكي، ما بعرف شو بدي اشتغل. صحيح انا مثل ما بتعرفي عز ومال وجاه، بس يا حسرة يا حسرة ما في ولد. كل ما بشوف واحد حواليه اولاده تشعل بقلبي النار. دخيلك ساعديني قويني شوي، ولد واحد بس. واذا بتقدري توم، الله يخليكي يا شجرة الأمانة، ساعديني. معكم شي من قطر حدا؟ لا لا ما ما إيه ما أجب بالنا. مو مشكلة، تعا يا ولد تعا. أنا بدي الحمراء. أنا البيضاء. ماشي الحال. فوت مسيك. الله يرضى عليك. روح هلأ من وشنا.
الإلهي لبسك توب العافية ويمن عليك بالشفاء العاجل ويبريك ويبري كافة المسلمين أجمعين. قولوا معي آمين يا شباب. آمين 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 يا سيدي. شكرا يا أبو راتب، شكرا لكم كلكم. صدقوني أنا كتير مبسوط بزيارتكم. لا شكر على واجب أستاذ عبد المعين. يا سيدي إن شاء الله هيك الله بيشفيك قريبا وبترجع لنا على هالشغل عالدوام، يعني بتراقبنا مثل الحصان كل يوم وبترجع تعيط علينا كل ما تأخرنا عن الدوام. والله مو باين يا جماعة، أنا حاسس أحوالي كل ما لها لورا. لا يا أستاذ عبد المعين لا تقولها، الله يشفيك ويعافيك يا رب. على كل حال أنت دواك عندي، وبإذن الله متى ما استعملت هالدواء رح تطيب وتتحسن وترفص المرض رفس. وشو هالدواء بقى يا أبو راتب؟ بصراحة أستاذنا الكريم ونحن جايين لعندك مرقنا على شجرة الأماني وجبت لك من هنيك كمرأة يابسة من هالشجرة المباركة. اتفضل يا سيدي هاي الورقات ومعلومك ما حدا استعمل هالدواء إلا واستفاد، وهالورقات هدول بإذن واحد أحد رح يشفوك من كل الأمراض. شرفوا سيدي. وشو بدي أعمل فيهم هدول؟ ها ها هدول يا سيدي الكريم بتغليهم بالمي وبتخلطهم مع شوية زهورات وبتشربهم، ولا تنسى تحط مع زهورات شبشي الذرة شوية. هاي من ناحية. من ناحية تانية فيك تدق الورق وتعجنه بزيت الخروع، فيك مع شوية حبة البركة وجوزة الطيب وتدهن فيهم محل مع ميجعك، وإذا بدك فيك تحرق الورقات على الفحم مع شوية بخور ممكن وتتنشأ الريحة ما في مانع. ومثل ما قلت لك بإذن واحد أحد الفرد الصماد رح تنط من الفرشة يا أستاذنا الكريم مثل الحصان ورح ترجع ما فيك البلاء. على كل حال أنت جرب أستاذنا الكريم ما في خسارة، وبكرة بتقول أبو راتب حكى. ماشي الحال منجرب، قلتك ماني خسران شي. لازم نمشي يا جماعة خلوا يرتاح. يلا فتلاك بعافية. إيه والله تحياتي أستاذ الكريم. الله معكم. سلامتك. سلام عليكم. مع السلامة. انت ابو راتب حاله الاستاذ عبد المعين شبه ميؤوس منها والطب واقف عاجز قدامها، وحضرتك عم تعطيه كم ورقه يابسه مشان يتعالج فيهم؟ لمعلوماتك هالكم ورقه اليابسه اللي مو عاجبينك مقطوفين من شجره ام الاماني، يعني مو من الطريق مو من المزبله. فهمت بديع ولا ما فهمت؟ وبكره بتشوف شلون رح يستفيد عليهم ويتحسن. ايه علينا تركونا من ام الاماني وفكرونا بالغداء، والله جعت كتير. ايه والله يا جماعة انا عصافير بطني بلشت تزقزق من الجوع. خس الجوع، هون على طريقنا في محل فراريج مرتب، بقى شو رأيكم نوقف فيه ونتغدى؟ هذا اسرع واحسن حل. يلا توكل على الله. شيء بقى كن بديع، شو صار لك مثل اولاد صغار؟ ليش عم تلوح من الغصن؟ شو يعني تضايقت؟ هي كبينا بلا. بس فهمني ليش ناتح هالغصن وراكيد؟ هذا الغصن ملخته من شجرة الأماني لما كنتوا هنيك. شلون؟ شو ها؟ ملخته من الشجرة؟ ولك يملخوا رقبتك إلهي يا حق، بدها تنملخ رقبتك لسه أنت. ده يا أبو راتي ليش عم تحكي معي؟ دستور من خاطرك قال ليش عم تحكي معي؟ قال ولك بتعرف انه بعملتك الطايشه هي خربت لنا بيتنا. اهدى شوي ابو راتب شباك. الله يستر يا رب، الله يتلطف ويستر، الله يجيرنا شو بده يصير فينا. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكنني اسالك اللطف فيه. اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا يا رب. اكيد روح الشجره رح تنتقم منا ما في مجال، وحتما حتما
من اليوم ما رح نوصل على بيوتنا منوب. يعني يا اما السياره رح تقلب فينا بشي وادي، يا اما بدنا نروح مع استحت شي كاميون. هذا طبعا اذا ما انفجر الموتور واحترقت فينا السياره وصرنا في حبه سودا بقلبها. روح الشجره يا جماعه رح تنتقم منا، ما رح تسكت. شو الحكي يا اما بتسكت منوب؟ خلصنا ابو راتب، اهدى شوي وكلك لقمه وروقنا. وانت الثاني ضروري تملك عرق من الشجره وتنزل له بدنه. الله يكبر عقلك يا ياسين، كلوا هلا كلوا وبعدين بنحكي. شو صار يعني انقطعت السيارة؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبه، بلشت الشجرة تنتقم منا يا جماعة، وهذا أول إنذار. لسه ما شفتوا شيء أنتوا. الله يجيرنا من الأعظم. إلهي لطفك، اللهم لطفك يا خفي الألطاف، نجينا مما نخاف. هلأ بدال ما تحكي هالحكي لإلا شي طريقة نصلح فيها السيارة. أنت بالذات لا تحكي شيء ولا تفتح تمك منوب، لا تقترح أي اقتراح، فهمان؟ كنت ناقصني والله حتى تكمل معي. طيب ليش ما نطفش السيارة لعند الكازية؟ الكازية قريبة كتير، وهنيك إلا ما نلاقي حدا يعرف يصلحها. هذا أحسن حل، خلينا نطفش الشباب. يلا يلا شباب، هاتي دخلك، تعال شوف، هاتي دخلك. يلا طلع 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 براتي، طلع يلا يلا، لا ترخي بدال. يلا يلا لف حل فرامل إيد. يلا 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 تعرفوا حظنا قوي كتير انه لقينا مكنسيان بالكازية، وإلا كنا ضلينا مقطوعين لحد هلا. خير ابو راتب، ليش وقفت؟ شو صار معه؟ ما بعرف، يمكن بنشر الدولاب. هذا تاني انذار من الشجرة، قلتلكن ما رح نوصل اليوم لبيوتنا، ما صدقتوني، صرتوا تتمسخروا. ماشي الحال. اخ اي اخ. خير خير، شبك ابو راتب؟ ما بعرف. خير ان شاء الله. معدتي عم تمغصني كتير كتير. اوه وانا كمان يا جماعة. معدتي عم يشوش علي وراسي عم يفتر. اه بكون شو صاركن انتو؟ اي 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 لك قلتلكن هي ام الاماني، ما معها لعبة، ما كنتوا تصدقوني. اي 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 اخ. كله من الشجرة يا جماعة، أقسم بالله العظيم كله من الشجرة. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. طمنوني، كيف صرتوا؟ أحسن، ماشي الحال. فهموني هلا، شو هالقصة اللي صارت معكم؟ مبينة القصة دكتور، الشغلة كلها من الشجرة. هالمنظومة اللي متلقح على هداك التخت ملخ عرق من شجرة أم الأماني، ومن وقت ما ملخه والشجرة مبلشة شغل فينا. عفواً، عن أي شجرة عم تحكي؟ عن شجرة أم الأماني. ولك حبيبي أنتم مصابين بحالة تسمم من وجبة الفراريج اللي أكلتوها على الطريق. يعني أم الأماني ما لها علاقة؟ أبو راتب لك على سر. شو هو؟ عن الشجرة اللي كان بإيدي وكنت عم بلعب فيه وانت نهز بدنك مشانه وانا كبيته. اي هذا ما ملخته انا من ام الاماني، لا ملخته من شجرة تانية. شو هالحكي؟ لك ليش صار معنا كل هالشي على الطريق؟ نصيبنا مو اكتر،
بقى كبر لي عقلك وسالي ام الاماني. يعني هلا بعمرك شفت شجره بتنتقم من بني ادم؟ وين صارت هي يا ابو راتب؟ هو بجوز هي معك حق فيها، لانه ام الاماني ما بتنتقم من البني ادم، هي اكبر من هيك بكتير. ام الاماني بتشفي البني ادم، يعني بتسعى للخير مو للشر. ليش فكركم الطبيب اللي خلانا ننفذ من التسمم فشل؟ هذا شغل ام الاماني حبيبه قلبي، لانه الله يباركها ما حبت تضوع لنا زيارتنا بوش. على كل حال بكره بتشوفوا الاستاذ عبد المعين شلون راح يطيب ويتحسن، وراح تتذكروا شجره ام الاماني بالخير. هلا اجاكم تليفون بخصوص الاستاذ عبد المعين. شو اعطاكم عمره؟ شو هالحكي وشجره ام الاماني؟